بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. خالدين فيها وعد الله حقا الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داء. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
جنات النعيم خالدين فيها فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وبث فيها من
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
بقرآن مبين. هذا خلق الله هذا خلق الله
ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله صدق الله العظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أمشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم وأصحينا الإنسان وَأَصْحَيْنَا الْإِنْسَانَ
مهونا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم
فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يأت بها يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف خبير يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم قال حبة من خردل فتكن في صخرة
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكوى في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتكون في صخرة أو في الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 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 على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا يغفلنا ربك إسرى معي بأذنك وعيناك فالكون مملوء بأسرار إذا حاولت تفسير لها أعياك كل طبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك وكل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك وكل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسلب طول النحل كيف تقاطرت شهدا وكل شهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله يا نخل من شق نواك وإذا رأيت الثعبان ينفذ سمه فاسأله من بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك الله 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 فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة وتلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدنيكات محافظة البحيرة أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد الصابر المقيمين بقرية طيبة العامرة حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.